النادي الأهلي دائما عندما ينظر إلى مصلحة بلده أولا ثم إلى مصلحته الشخصية. بدليل لو تفتكروا النادي الأهلي ومجلس إدارته السابق كان حريص على مصلحة مصر لما اللاعبين المنتخب الأولمبي لعبوا المباراة النهائية وسافروا الشناوي وبقية اللاعبين اللي كانوا معاه رجعوا، اللعيبة كلها ما كانتش قادرة من التعب اللي اتعمل وكل يومين او كل ثلاث ايام مباراه، والنادي الاهلي وافق عشان المصلحه العامه. وافق عشان المصلحه العامه في ذلك الوقت. هو ليه بتعملوا كده مع النادي الاهلي؟ لماذا لا يقف المهندس احمد مجاهد مع النادي الاهلي؟ وانتم بتحطونا قدام سياسه الامر الواقع؟ لن يقبل احد بسياسه الامر الواقع. ولن يزايد احد على اسم النادي الاهلي في موضوع المنتخبات. اي واحد هيطلع لي من هنا ولا يطلع لي من هنا يقول لك النادي الاهلي ومنتخب مصر، لا، النادي الاهلي لا يطالب باي شيء الا انا اتمنى ان منتخب مصر يصل الى النهائي، ولكن منتخب مصر من فضل حضراتكم النادي الاهلي يمثل مصر برضه، بيمثل مصر في حدث دولي كبير، في حدث دولي كبير. ما يصحش اللي بيحصل ده، واديكم شفتوا الصور وشفتوا الحاجه. أين دور الاتحاد المصري يا كابتن أحمد؟ هو حضرتك فين؟ لن حضرتك بتحطنا قدام أمر واقع، بتحط النادي الأهلي قدام أمر واقع، محدش هيسكت على كده. محدش هيسكت على كده.